الأخبار اليوم يأتيكم من قناة الجامعة، أهلا ومرحبا بكم. افتتاح مبنى جديد للطالبات بجنوب الوادي بحضور محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي. قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بافتتاح مبنى سيل للطالبات المدينة الجامعية بقنا، والذي قامت مؤسسة مصر الخير بالمساهمة بتجهيز 3 طوابق منه. أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا سعادته بالتواجد بجامعة جنوب الوادي، والتي لا تتخر جهدا في المشاركة مع محافظة قنا في كل نشاط، ودورها تكاملي مع المحافظة في كافة المجالات، وأشاد بالأنشطة المتميزة التي تقدمها الجامعة لطلابها، كما وجه تحية لمؤسسة مصر الخير مشيرا أن ما تقدمه المؤسسة يعد نموذجا مثاليا للتعاون بين الجهات التعليمية والمؤسسات الأهلية. وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على دعم طلابها وتحقيق وسائل الراحة حتى يصبح الطالب متفرغا للتعليم ويركز في هدفه الأساسي وهو التفوق. وأكد أن الجامعة تسعى لأن يصبح طالبها خريجا متميزا تعتز به الجامعة وتفخر به، وأشاد بدور محافظ قنا في دعم الجامعة في مختلف المجالات، ووجه شكره لمؤسسة مصر الخير التي تتعاون مع الجامعة في مجالات متعددة ومنها تجهيز هذا المبنى. وأكد العميد مدحت أحمد مدير بقطاع التكافل بمصر الخير أن مؤسسة مصر الخير على رأسها الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لأبنائها الطلاب، وقامت بتجهيز العديد من المدن الجامعية في مختلف جامعات مصر. شهد افتتاح المبنى الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الدين عبد البديع منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ خالد عمران مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة قنا، والأستاذ ياسر الواعي مدير عام المدن الجامعية، وحشد كبير من طالبات المدينة الجامعية. نهاية خبر اليوم، دمتم في رعاية الله.